شو بقول؟ اوكي. هاي جايز، اليوم بدي افرجيكم كيف تعملوا ستايلينج لليذر سكيرت بالفول. رح افرجيكم 3 طرق. قبل ما تكملوا الفيديو اعملوا سبسكرايب وهلا اطلعوا وخليكم عم تعملوا. هن ال 3 simple ways لتعملوا ستايلينج لليذر سكيرت بالخريف. وهلا اذا حبيتوا هالفيديو بليز اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب للوليا وفولو مي اون ماي انستغرام. باي.